السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. جولات البرلمان اللي استمرت لأربعة أيام مع لياليها قطفت الثمار بتمرير مشروع الموازنة وطي صفحة التصويت لتنتقل بمسار واحد إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها والبدء بالعمل على تنفيذها وتنفيذ فقراتها اللي تحمل بين طياتها الكثير من المستحقات سواء للمواطنين من جهة والنهوض بالواقع العمراني والمشاريع إضافة إلى ترميم الواقع الاقتصادي من جهة أخرى. 15 يوم المدة المقررة للمصادقة على الموازنة لتختتم أو لتختم بختم الموافقة على تنفيذها وفق المدد الدستورية اللي يتم العمل عليها. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة على السجاد الأحمر استقبل وزير خارجية الرياض فيصل بن فرحان استقبل في طهران لبحث استكمال التلاقي وتبادل فتح السفارات في زيارة تعد الأولى من نوعها لأول وزير خارجية سعودي بعد قطيعة 17 عام. هاي اللقاءات عززت من معطيات دعم التقارب وتعزيز الانفتاح غير أنها أيضا أسقطت الرهان لمن حاول تعكير صفو العلاقة ودق الإسفين، فهذا الائتلاف حتما سيعيد ترتيب أوراق المنطقة ويحسب فرضيات المتصادم ويستبدلها بالتنمية وإعادة بناء الثقة، فما خرج من حفاوة الاستقبال وخطوات الميدان إلى أن الجانبين يبحثان عن سلام دائم وعلاقات استثنائية موصوفة بالاستراتيجية. هذين ملفين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. مد وجزر مرت بها مراحل التصويت على الموازنة، فتمريرها نقل آمال الشعب إلى مرحلة أخرى لانتظار المصادقة وتنفيذ المشاريع وأيضا المستحقات اللي وعدت بها الحكومة الحالية لما في الموازنة من مواد خدمية وإصلاحية. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نتابع تقرير الزميلة نهى الشمري. بعد مخاض عسير استمر لأشهر عصيبة بين انتظار وترقب لتمرير الموازنة والتصويت عليها في البيت التشريعي، انتهت تلك المرحلة لتبدأ أخرى بانتظار جديد للمصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية ومن ثم تنفيذها وفق ما جاء فيها من مواد وفقرات تخدم المواطن. نعم، إذا لم يتم المصادقة عليها بعد مضي 15 يوما تعتبر حقيقة ثابتة وساغية المفعول. يبقى 15 يوما، يعني بعد شهر ممكن أن تنفذ الموازنة ويتم تحويل الموازنة إلى وزارة المالية للبدء بصرف المبالغ المستحقة لكل الوزارات. تسليم قانون الموازنة للمصادقة عليها خلال مدة أقصاها 15 يوماً لتكون نافذة بعد نشرها في جريدة الوقائع الرسمية، فالشارع يترقب لحظة استئناف العمل ببنود الموازنة لما فيها من مستحقات ومخصصات للإعمار وإصلاح البنى التحتية والمشاريع المتلكئة. سوف ننظر بالأيام القادمة هل تكون جادين في عملية استبدال محمد الحلبوسي رئاسة مجلس النواب. يعتقد الكثير من القيادات السنية أنه محمد الحلبوسي أخفق في إدارة مجلس النواب ولم ينجح في هذه الإدارة. يعتقدون أن هذه الإدارة وهو رئيس البرلمان هو يكون مختص إلى البيت السني. فالأمل يحدو المواطن لترجمة الموازنة واقعا وإنهاء مرحلة المعاناة الدائمة له. إما التأخير في المصادقة عليها يرى المراقبون أنها ليس من صالح البلد لما فيها من مساوئ تلقي بظلالها على الواقع الاقتصادي والخدمي. نهى الشمري، الأيام.
حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأرحب بضيوفي الأكارم الأستاذ نسيم عبد الله عضو المكتب السياسي لحركة اقتدار وطن. أهلا ومرحبا بك أستاذ نسيم ضيفا كريما. حياكم الله. أهلا ومرحبا بحضرتك. وكذلك أرحب بالدكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي ضيفا كريما في الأستوديو. وعبر سكايب ينضم معنا دكتور وائل البياتي أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد. أهلا ومرحبا بكم ضيوفا كرام. أستاذ نسيم، نتحدث عن بدء العد العكسي لدخول الموازنة حيز التنفيذ. كل الأنظار متوجهة نحو رئاسة الجمهورية للمصادقة، أدنى مدة محددة، من ثم إلى أين تمضي الأمور؟ نعم، في البداية تحية لحضرتك أستاذ أحمد، وتحية إلى ضيفيك الكريم، وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. أنا أعتقد اليوم يعني نهاية هذا الصراع أو هذا الجدال فيما بين الكتل السياسية انتهى في يوم 11 من هذا الشهر. من حيث المبدأ، مجلس النواب يعني منذ التصويت على الموازنة ولحد قبل يومين تقريبا كان هنالك يعني عمل داخل مجلس النواب ما بين اللجنة المالية وما بين دائرة التشريع واللجان المعنية بتدقيق ما تم التصويت عليه في الموازنة. يوم 16 تم إرسال الموازنة إلى رئاسة الجمهورية، ومن المتوقع بأن يتم إرسالها وأن تنشر في جريدة الوقائع. من حيث المبدأ سوف يتم العمل في بنود الموازنة، وعمليا سوف تبدأ مؤسسات الدولة بداية الشهر القادم بتطبيق يعني بنود هذه الموازنة. لكن إذا تسألني يعني كيف ممكن، ما هي التحديات اللي اليوم يواجهها السيد السوداني؟ اليوم تم إقرار موازنة لمدة 3 سنوات، لكن عمليا حقيقة هي راح تكون 4 سنوات، لأن السنة الرابعة راح تكون يعني تعطي الصلاحية لرئيس الوزراء بأن يعمل 1/12. من حيث المبدأ هي موازنة ل4 سنوات، لكن حقيقة اليوم هنالك تحديات أمام السيد رئيس الوزراء. التحدي اليوم هو حقيقة طالب من الكتل السياسية بأن يخول لمدة 3 سنوات وأن يكون حر في مسألة الأمور المالية والمشاريع التي سوف تقدم إلى الشعب. اليوم الذي يقرأ الموازنة، كل فقرات الموازنة هي فقرات تقريبا أغلبها هي فقرات يعني يركز فيها السيد السوداني على برنامجه اللي يقدمه إلى مجلس النواب، يركز على القضايا التي تتعلق بخدمة الناس فيما يخص الكهرباء، فيما يخص البلديات، وحتى هنالك طرق قد تكون لأول مرة تعرض في الموازنات وهو تقديم الأراضي المخدومة، وهذا حقيقة يعني فد نقطة إيجابية. من حيث المبدأ اليوم الكتل السياسية أعطت وخولت السيد السوداني، ويجب على الحكومة حقيقة في الوقت الحالي أن تقدم ما عليها. اليوم الكتل السياسية دعمت السيد السوداني في كل الفقرات وأغلب الفقرات التي طالب في أن تكون جزء من الموازنة، وحقيقة اليوم المهمة الأساسية للحكومة هي تطبيق هذه الموازنة، وموازنة ل3 سنوات وبمبالغ حقيقة يعني تختلف عن المبالغ الأخرى. بالنتيجة حقيقة اليوم السلطة التنفيذية عليها أن تؤدي عملها، وراح تكون تحت أنظار السلطة التشريعية. مجددا حياك الله دكتور صفوان، مع قرب إنفاذ الموازنة العامة، برأيك وفق ما تفضل به الأستاذ نسيم عبد الله، راح تحرك هذه الانطلاقة وتعتبر نقطة شروع بمشاريع التنمية والبنى التحتية فضلا عن الحركة الاقتصادية والتجارية في العراق؟ طبعا تحية لحضرتك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. بالتأكيد يعني إطلاق ما لا يقل عن 450 مليار دولار على مدار 3 سنوات قادمة سيساهم في تغيير شكل الاقتصاد العراقي، خاصة أن حكومة السوداني جادة في توجيه هذه المبالغ باتجاه برنامج واضح، سيتم تحويل الدينار العراقي إلى دينار منتج، وسيتم إعادة هيكلة جميع الوزارات الاتحادية ضمن مفهوم استرداد تكلفة الخدمة، بمعنى أن حكومة السوداني لن تقوم بعملية ابقاء الوزارات الاتحادية معطلة او شبه معطلة، تحاول ان تغير من طبيعة الخدمات الحكومية بحيث تلامس حياة المواطنين. حاليا اطلاق هذه الموازنة اعتبارا من 1 تموز سيساهم في
إطلاق يد الوزارات الاتحادية في توزيع تخصيصاتها المالية على مستوى الدوائر والوحدات التابعة لتلك الوزارة، وعلى الوحدات الحكومية أن تهيئ نفسها. طبعا هي مقدما قامت بتقديم طلبات حاجة على مستوى بنود المستلزمات السلعية والخدمية والمشاريع الاستثمارية، فحاليا هذه الطلبات الحاجة من الممكن أن تكون أداة لجذب العروض وإجراء المفاضلة وبالتالي التعاقد لتنفيذ هذه الأهداف. عملية تغيير شكل الإنفاق العام من إنفاق على مستوى يعني جزئي إلى إنفاق يستند إلى عقود سيمكن الوزارات الاتحادية من استغلال الستة أشهر المتبقية لـ2023 بتوظيف الأموال التي ممكن أن تدور من السنة السابقة، والأموال الفائضة خلال هذه الستة أشهر بسبب عدم وجود موازنة، يعني هناك من يصرح بأن هناك أكثر من 30 مليار دولار من الممكن أن تكون نافذة للوزارات الاتحادية والمحافظات بإبرام عقود وتمويل هذه العقود بدفعات مقدمة من أجل التسريع بمهمة تنفيذ الأهداف. لدينا بالتأكيد قسم من هذه الأهداف لن تكتمل خلال 2023، لكن مصادقة البرلمان على موازنة ثلاثية وأن الأموال ممكن أن تدور خاصة على مستوى المشاريع ستمكن حكومة السوداني من الإيفاء بالتزاماتها المالية دون الحاجة إلى إقرار موازنة جديدة، خاصة على مستوى المشاريع الاستراتيجية، ميناء الفاو، تعاقد مع جنرال إلكتريك، مع سيمنز، التعاقد على مستوى الطرق الدائرية، أكثر من 600 برنامج استثماري يمكن أن يمول من خلال هذه الموازنة بما لا يقل عن 48 تريليون. هذه البرامج من الممكن أن تساهم في التنويع الاقتصادي، فمن الممكن أن نشهد زيادة قدرة الحكومة في 2024 على خلق وظائف في القطاع الخاص من خلال تحفيز القطاع الخاص على التكامل مع الإنفاق العام، وأعتقد أن نظرة شمولية ومراجعة الإنفاق العام بحيث يحفز القطاع الخاص هي التي ستكون حاضرة أمام البرلمان قبل نهاية هذه السنة لكي يكون لدينا موازنة 24 مكملة لأهداف 23. طيب هذه الموازنة لما تحقق الأهداف دكتور وائل، وجدد ترحابي بحضرتك، لما هي تحقق هذه الأهداف لثلاث سنوات، طيب معدنا قبالة هذا أكو إمكانية للطعن ببعض الفقرات في الموازنة بسبب الجنبة المالية ببعض المواد اللي أضيفت من قبل أعضاء مجلس النواب، هذا الموضوع مدى قانونيته وش قد من الممكن أن يأخر الإقرار؟ في البدء أحييك وأحيي مشاهدي القناة الكرام والضيفين العزيزين، لك كل التحايا دكتور. فيما يتعلق بمسألة مدى قانونية الموازنة وإمكانية الطعن فيها، نحن نعلم أنه لحد الآن لا يمكن الطعن في قانون الموازنة على اعتبار أنه لحد الآن لا يزال لدى رئيس الجمهورية وفق الآن يتم إعداد دراسة لفخامة الرئيس بمقتضاها يملك عملية المصادقة خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه لمشروع القانون بعد إقراره من قبل مجلس النواب. بعد ذلك يصار إلى أرسال إلى جريدة الوقائع لغرض النشر. بعد تاريخ النشر هنا تصار قانونا كاملا يمكن الكلام عن مدى إمكانية الطعن. نحن نعلم أنه فيما يتعلق بقانون الموازنة النواب يملك خيارات عدة، وهي عملية المناقلة بين أبواب الموازنة في حال ورودها كمشروع، أو عملية تخفيض مجمل النفقات الخاصة بها، أو رفعها بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء في حالة الضرورة فقط. على هذا الحال في حال إذا كان هناك نفقات إضافية تم إضافتها من قبل السادة النواب دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء أو دون إيجاد موارد مادية لإيرادات تغطي هذه النفقات مقترنة بموافقة المجلس، في هذه الحالة يمكن الطعن بقانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية العليا. لكن من هي الجهات التي تملك الطعن؟ بموجب أحكام النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية حدد لنا الجهات الرسمية فقط داخل الدولة
هي من تملك حق الطعن، أي أن الفرد العادي الأشخاص الطبيعيين لا يملكون الطعن، وإنما الطعن محصور بالسلطات الثلاثة: رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى السادة الوزراء والمحافظون ومجلس وزراء الإقليم ورؤساء الهيئات غير المستقلة. هذه الجهات بالنص حددها النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا الصادر عام 2022 بأنها الجهات الوحيدة التي تملك الطعن بقانون الموازنة في فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد نشره في جريدة الوقائع. بعد مضي هذه مدة 30 يوما يصبح القانون غير قابل للطعن به بأي شكل من الأشكال وفقا لمستلزمات النظام الداخلي المحكمة الاتحادية. بالتالي الجهة التي تتضرر من الجهات الرسمية سواء كان مجلس الوزراء، إذا كان هناك عملية تغيير من النصوص تخالف الفكرة أو السياسة العامة المرسومة داخل مجلس الوزراء، سنجد أن المجلس هو من سيسعى إلى عملية الطعن، أو إحدى الوزارات كوزارة المالية في حال إذا زادت الأعباء والنفقات خارج نطاق المخطط له. خارج هذه الفكرة لا يمكن القول بإمكانية الطعن بأي شكل من الأشكال. طيب أستاذ نسيم، يعني لما نتحدث عن إقرار الموازنة لثلاث سنوات كما أشرت حضرتك والضيوف الكرام، هذا راح يعطي الحكومة أريحية كاملة لتنفيذ مشاريعها، يبعدها عن التأخير الحاصل في كل موازنة نعبر نصف السنة ولا زالت التجاذبات السياسية تمنع تمرير الموازنة. فبالتالي هذه الثلاث سنوات ما راح تخلينا أمام نسب إنجاز متقدمة برأيك؟ بالتأكيد، يعني اليوم حقيقة ما يحسب للمستشارين القريبين من السيد السوداني حقيقة هو يعني هنالك تشخيص دقيق لحجم الصراع داخل مجلس النواب. يعني احنا كل سنة نشاهد الموازنة تتأخر أشهر، وكل كتلة سياسية لديها طلب معين، وبالنتيجة احنا يعني نشاهد مصالح الناس تعطل، مؤسسات الدولة يعني ما تؤدي عملها بصورة صحيحة. أعتقد اليوم يعني هذا الخيار هو خيار صحيح، واليوم الشارع بحاجة إلى مثل هكذا قرارات صحيحة. قبل فترة قريبة كان هنالك مؤتمر صحفي للسيد رئيس الوزراء أشار على أن هذه لأول مرة تقدم موازنة منسجمة مع البرنامج الحكومي، وحقيقة الكلام كلام دقيق. اليوم إحنا إذا نقارن البرنامج الحكومي اللي يقدمه السيد رئيس الوزراء مع الموازنة هنالك تطابق كبير، وهذا حقيقة راح ينعكس بدوره على تشريعات مجلس النواب. يعني المتوقع هو أن تكون هنالك رؤية حقيقية. اليوم السلطة التنفيذية عندما تكون بعيدة عن مسألة الصراعات السياسية وطلبات الكتل السياسية راح تكون عندها أريحية في مسألة التعامل مع القوانين التي تطرح إلى أو مشاريع القوانين التي تطرح للسلطة التشريعية. قد سوف يتم تقديم هنالك يعني مصطلح اللي هي الرزم التشريعية، اللي هي الرزم الاقتصادية اللي لها علاقة قانون بقانون آخر. من المتوقع هو أن تكون هنالك حالة من الاستقرار السياسي، حالة من الاستقرار على مستوى أداء السلطة التنفيذية. اليوم إذا نريد نقارن يعني هذه الموازنة أو رؤية الحكومة عن الحكومات السابقة، أعتقد اليوم السيد السوداني بحكم التجربة استفاد الكثير، وما يحسب للناس القريبين ويعني المعنيين بالملف الاقتصادي. صحيح هنالك تحديات سوف يواجهها السيد السوداني، لكن نعتقد بأن هذه الموازنة طريقة إقرارها لثلاث سنوات أفضل من الفترة السابقة. احنا نشاهد كل فترة كل نهاية السنة هنالك حالة من الصراع وكتل سياسية لديها مطالب، وبالنتيجة يعني وضع البلد كله يشل. اليوم موازنة ثلاث سنوات تعطي للسيد السوداني أريحية في مسألة المشاريع التي سوف تقدم للمجتمع العراقي. اليوم هنالك سوء خدمات، هنالك الكثير من المشاكل المواطن اللي يعانيها، كل هذه حقيقة بسبب سوء الإدارة أو بسبب الصراع فيما بين الكتل السياسية. اليوم السيد السوداني لديه موازنة لثلاث سنوات، هنالك حقيقة عليه الكثير من المهام، وبالنتيجة ما على السلطة التنفيذية إلا أن تقوم بدورها الحقيقي. دكتور صفان تحدث عن الوقت المتبقي لسنة 2023، هل هو كافي لإعادة تنظيم الخطة الحكومية؟ نحن تجاوزنا نصف العام، تبقى أيضا إجراءات المصادقة ومن ثم صدور تعليمات تنفيذ الموازنة، كلها بحاجة إلى وقت. نعم،
طبعا يعني عمليا الوزارات الاتحادية عليها الإسراع بموضوع تحويل التخصيصات وتمويلها من قبل وزارة المالية وتحويلها إلى تعاقدات، وعملية الدوام لشفتين كما صرح به السيد رئيس الوزراء من أجل زيادة تقديم الخدمات. لدينا يعني عملية ضرورية في عملية أن نستوعب أن هناك زيادة في حجم الإنفاق العام من 9 تريليون شهريا إلى 15 تريليون، وهذه الزيادة النقدية بالتأكيد ستؤدي إلى التضخم لزيادة الطلب الاستهلاكي. فعلى الوزارات الاتحادية أن تقدم خدمات بمستوى الزيادة وأن تعيد الدينار العراقي الذي يتم الإنفاق من قبل وزارة المالية على هذه البنود الاستهلاكية إلى خزائن وزارة المالية. كيف تستطيع ذلك؟ توسيع دائرة الخدمة وزيادة قدرة الوزارات على الإنتاج، وكذلك يمكن للبنك المركزي أن يساهم في امتصاص الزيادة في عرض النقد من خلال زيادة أسعار الفائدة، لأن عملية المحافظة على الأسعار كما هي والتضخم بحدود 7% يمكن أن يكون هدف للبنك المركزي وللسياسة المالية. فحكومة السودان نعم هي تقدم على زيادة الإنفاق من أجل زيادة قدرتها على الرعاية الاجتماعية، على ضخ الرواتب مستحقات العاملين الجدد للفترة السابقة، فمن أجل أن لا تتحول هذه الكتلة النقدية إلى التضخم على الوزارات الاتحادية امتصاص الزيادة بالنقد من خلال مجموعة من السياسات الجديدة التي من الممكن أن تقدم خدمات حكومية مدفوعة الثمن مقدما من أجل أن تكون لدينا امتصاص لهذه الزيادة في النقدية. كذلك يمكن لبعض الأهداف سريعة التي لها أولوية أن تكون هي مقدمة في عملية التمويل من قبل وزارة المالية. المشاريع الاستثمارية لن تؤثر على التضخم، فمن الممكن أن يكون هناك تحويل مباشر للأموال إلى المستثمرين طبعا مقابل ضمانات، من أجل أن تتحول هذه الكتلة النقدية إلى مشاريع مدرة للدخل. عملية الإصلاح المالي ضرورة في هذه المرحلة، لأن بالتأكيد السوداني لا يتطلع إلى تحقيق أهداف برنامج الحكومي من خلال الموازنة فقط، هو يرغب في أن يكون الاستثمار شريك للإنفاق العام، والقطاع الخاص هو الأداة التي تربط بين الاستثمار وبين الإنفاق العام، يعني المنطقة المشتركة. فإذا ما أدير هذا الملف بطريقة تسمح للاقتصاد العراقي بالمحافظة على معدلات النمو وخلق حالة من التماسك بين النفقات الاستهلاكية والنفقات الاستثمارية وإعادة امتصاص الإنفاق الاستهلاكي لتوليد فرص العمل بالداخل العراقي، سيتمكن السوداني من تحقيق أهداف برنامجه الحكومي. البرلمان في هذه المرحلة عليه أن ينتقل من يعني متابعة الموازنة والمصادقة عليها إلى خلق برامج رقابية، برنامج للرقابة على أوجه الإنفاق، وأن تكون لجان البرلمان هي أدوات لوقاية الحكومة من الهدر بالمال العام، وبالتأكيد الكل مشترك في موضوع تقويم الأداء الحكومي، وعملية المتابعة ستكون أيضا من خلال فرق تخصصية كلفت من السوداني لمتابعة الإنفاق العام. فهذا الجهد أعتقد أنه سينجح في إيصال الأهداف إلى مبتغاها. طيب هنا نتحدث أيضا دكتور وائل عن مصادر تحدثت عن ضغوط حزبية لا سيما من أربيل تمارس على مجلس الوزراء بهدف التعديلات الجديدة، باعتبار أن الصيغة النهائية مررت على مضض بالنسبة لهذه الكتل. في الواقع أنه داخل مجلس الوزراء عملية اتخاذ القرار هي عملية اتخاذ مبنية على أساس التصويت، وبالتالي متى ما تحققت أغلبية داخل المجلس باتخاذ قرار معين فإن على المجلس أن يمضي بهذا القرار، أي أن نصف زائد واحد داخل المجلس هو من يحدد آلية اتخاذ القرارات فيه، وبالتالي هذه عملية الضغوط السياسية هي جزء من حيوية النظام السياسي، باعتبار أن
هناك ضغط في جانب وضغط مقابل في جانب آخر، أي الجانبين يمثل الأغلبية هو الذي ستمضي معه عملية المضي بتنفيذ الموازنة أو عملية الذهاب بالطعن بنصوصها أو بعض بنودها. من حيث الأصل كما بينت سابقا، الموازنة هي عملية خطة وبرنامج تم إعداده من قبل مجلس الوزراء. نعم. أي أنه من حيث الأصل بعد أن تقوم عملية وزارة، بعد أن تقوم الوزارات برفع خططها ببناء الموازنة، تقوم عملية وزارة المالية ببناء هذه الخطة ضمن نصوص قانونية وجداول رقمية فيما يتعلق بإيرادات المتوقعة والنفقات التي تهدف الحكومة إلى صرفها. بعد ذلك يتم التصويت عليها داخل المجلس، وبالتالي الموازنة كانت عبارة عن فكرة لسياسة الحكومة لثلاث سنوات قادمة. صحيح حصلت العديد من التغييرات داخل مجلس النواب، لأن هذه التغييرات كما قلت سابقا ينبغي أن نميز بين حالتين. الحالة الأولى ما يتعلق بمسألة المناقلة، مناقلة بعض التخصيصات من أبواب معينة إلى أبواب أخرى، هذه تدخل ضمن القيادة هذا التشريعي للسلطة التشريعية في مجلس النواب، وبالتالي وفي أحكام سابقة أكدت عليها المحكمة الاتحادية ذهبت إلى رد الطعون في قوانين الموازنة التي بنيت على أساس المناقلة بين الأبواب والفصول داخله، باعتبار أنه هذا يدخل ضمن نطاق صلاحيات المجلس. أما في حال مسألة زيادة الإنفاق دون الرجوع إلى حصول موافقة لمجلس الوزراء عليها، فإن في هذه الحالة هناك شبهة لعدم الدستورية، وهذه الشبهة تحتاج إلى طعن تتقدم به مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات المتضررة من هذا الجانب، وبالتالي ستكون القول الفصل بالمحكمة الاتحادية. الضغط السياسي هو نوع من أنواع الحيوية كما قلت في النظام السياسي، هذا هو دائما قرار الأغلبية ضمن قواعد الديمقراطية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور وائل البياتي أستاذ القانون الدستوري، وشكر كثير حضرتك الدكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي. الشكر موفور لجنابك الأستاذ نسيم عبدالله عضو المكتب السياسي لحركة اقتدار وطن. بعد الفاصل مشاهدي الأحبة نتابع في الملف الآخر. حياكم الله مجددا، وارحب بضيفي الكريم في هذا الملف الدكتور طالب محمد كريم استاذ الفكر السياسي. اهلا بك دكتور ضيفا كريما. اسال حضرتك عن اول زياره لوزير خارجيه سعودي الى طهران منذ 17 سنه، واكو قبالتها حديث موسع عن افتتاح السفارات، تنفيذ مشاريع استثماريه متبادله. هذه الرؤيه شلون ننظر لها؟ يعني هل يعني ذلك الدخول في الجانب العملي في من اتفاقية بكين واللي كانت نتاج لجهود ووساطات عراقية؟ شكرا لك سيدي الكريم، مساء الخير عليكم. مساكم الله بخير. نعم، هذه الزيارة هي توثيق طبعا العلاقات وتعزيزها، وبالتالي استدامة هذه العلاقات من خلال تطبيق مثل ما سميت جنابك الكريم اتفاقية بكين، وبالتالي اعتقد ستكون هناك مباحثه في ربما يعني تشخيص ثلاث لجان مهمه تتبع طبعا الملف السياسي والاقتصادي وملف الحدودي، فضلا عن البحث ربما حول اليات مشتركه اتفق عليها الطرفين في او الطرفان في سبيل يعني حمايه الممرات الملاحيه و المائية، وبالتالي بعد يكون افتتاح السفارتين ما بين الدولتين ستتوجه طبعا نحو إعادة اتفاقيات سابقة وربما بلورة تفاهمات جديدة في سبيل إنعاش طبعا واقع الاقتصادي ما بين الطرفين. طب
طيب اسمح لي دكتور أن أرحب بضيفي الكريم الذي ينضم معي عبر سكايب من طهران، السيد فهد السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية. أهلا بك سماحة السيد، تسمعني بشكل واضح سيدنا؟ أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا ومرحبا بحضرتك. يتحدث الدكتور طالب محمد كريم عن هذه الزيارة بعد 17 عام، بالنتيجة هل سيكون هنالك أو هذا الاتفاق راح يكون استراتيجي يثمر على نتائج مهمة، أم سيكون مبادرة سلام مؤقتة وحل إشكالات حدثت في السابق؟ وإذا ما كانت يعني هنالك اتفاقات استراتيجية، ما هي ضمانات التعويل بالاستمرارية الدائمة؟ في البداية تحية طيبة لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. أولا حياكم الله. هذه الاتفاقية أو التقارب السعودي الإيراني لم يأتي اعتباطا ولم يأتي في يعني في زمن معين، وإنما عمل عليه لسنوات طويلة، وهناك فرقاء دوليين دعموا وأيدوا وساندوا وأقنعوا الطرفان أو الطرفين بوجوب وضرورة التقارب بين هاتين الدولتين، وخصوصا نحن نتحدث عن قطب صيني روسي يعمل بقوة بهذا الاتجاه. هون عندما نذكر قطبين دوليين وقطبين إقليميين، هذا يعني أن هناك بعد استراتيجي للعلاقات وللتقارب الإسلامي الإسلامي إن صح التعبير. من أي ناحية؟ من ناحية أن التقارب الإسلامي الإسلامي بالدرجة الأولى يصب في صالح الدولتين من ناحية توطيد الأمن وتخفيف حدة التوتر في المنطقة، لما يصب في صالح بالحد الأدنى التجارة والاقتصاد لدى البلدين. ونحن نعرف بأن السعودية على صعيد المثال لديها مشروع العام 2030، وهذا لا يمكن أن يمر سوى بالتوافق وبتوطيد الأمن في المنطقة وهدوء نسبي لحد الصفر تقريبا، لكي يستطيع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أن يقوم بهذه المشاريع وتنفيذ هذه المشاريع. وأيضا الجمهورية الإسلامية لديها مصلحة كبرى أيضا بالتقارب مع السعودية، لأنها قطب مهم في المنطقة ولا يمكن أن يمر أي مشروع إلا عبر السعودية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السعودية بالنسبة إلى إيران. أما على الصعيد الدولي، نحن نعلم بأن اليوم الصين وهو التنين التاجر الأول في العالم الذي يغزو العالم بتجارته واقتصاده، هو المستورد الأول للنفط من السعودية ومن الجمهورية الإسلامية في إيران. فأيضا المصلحة الأولى للصين أيضا تصب في صالح التهدئة في المنطقة لتأمين وتصدير النفط بطريقة هادئة وسالمة، وأيضا لمواجهة أيضا الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك الأمر روسيا لديها مصلحة أيضا في تهدئة الأمور في المنطقة وتقارب القطبين الدوليين، لما يصب في صالح الروسي الاستراتيجي على صعيد المنطقة ولا صعيد مو العالم. هذا الموضوع سماحة السيد يدعونا بأن نتناقش عن وزير خارجية السعودي دكتور طالب، لما يشدد من طهران على أهمية الاستفادة من هذه المدة الذهبية، الإدارة الذاتية بما يضمن عدم تدخل الأجانب، هل هذه إشارات للتطورات المستقبلية اللي ينوه عنها السيد فادي؟ نعم. ما اسمح لي سيد فادي أن أذهب بالسؤال أطرحه على الدكتور طالب محمد كريم من فضلك. أعتقد أي موضوع يعني أي موضوع سياسي أو ربما بلورة مشروع إذا جاز لي التعبير، مشروع سياسي في المنطقة، لا يمكن طبعا أن ينفصل عن تأثيرات الواقع السياسي الدولي. وبالتالي اليوم أي لاعب سياسي لأي دولة كانت يتحاول أن تستثمر منطقة فراغ وتتقدم نحو ربما مناطق أخرى في سبيل أن توسع من منافعها ومكاسبها، سواء كانت الأمنية الاقتصادية السياسية. وبالتالي أن أريد فقط أن أعيد ربما الذاكرة، أعتقد أنه ما قبل يعني الحرب الروسية الأوكرانية والحديث ربما كان يعني حول مشروع سياسي، سواء كان فشل هذا المشروع أو ربما يتعكز اللاعب الأمريكي على أنه ربما يعني الليبرالية هي العالمية اللي يفترض أن تقابل في الصين وتقدم الصين بالمنطقة، يفترض أن تكون سائدة، لكن سرعان ما تفاجأ العالم بحرب.
روسية أوكرانية. لا أريد أن أتوقف عن الأسباب والمسببات، أنا أعرف أن هناك أسباب ربما بعيدة، لكن أنا أتكلم عن الصورة الحاضرة التي حضرت حرب، وبالتالي هي حرب استنزاف، أول استنزاف لأوروبا وقدراتها، وبالتالي استنزاف لروسيا. ربما أعتقد حتى أن أمريكا تريد أن تعاقب روسيا من خلال الدعم الأوروبي في قبار روسيا، لأن مواقف روسيا التي كانت تعيق المشروع الأمريكي في المنطقة مثال على ذلك، ربما السوري واضح جدا. وبالتالي أعتقد أنه اليوم اللاعب الخليجي متمثل باللاعب السعودي هو ليس بعيدا عن هذه الرؤية السياسية، بمعنى يدرس ويرصد ويحلل، وبالتالي وجد أن هناك فسحة ممكن أنه يغتنم هذه الفرصة بعد ما فشلت اتفاق النووي 5+1، وربما جمدت وتأخرت والعمل بطيء جدا، وربما استجدت أمور جديدة أخرى لجميع الأطراف. بالتالي ما هو موقع الأمن الخليجي والأمن القومي؟ لا يمكن أن تنتظر هذه الدول مزاجات سياسية معينة من طرف الأمريكي أو الأوروبي أو غيرها، وبالتالي لابد أن تطرح. اللاعب الإيراني كان ذكيا وحاضرا في هذا المشهد، دائما كان يعطي رسائل على فتح باب الحوار غير المشروط مع من؟ مع كل دول المنطقة، مع دول خليجية، دول عربية، وبالتالي كان يعطي اطمئنانات. وبالتالي أعتقد أن اللاعب السعودي بدأ يقترب. نعم أصبح العراق ربما وسيط وأشرف، ومن ثم أنتج اتفاق بكين، لكن هذا الاتفاق ليس كافيا إذا لم يفعل إلى واقع عملي. أعتقد اليوم نحن أمام خطوات، يعني انتقلنا من خطوة خطوتين ثالثة وباتجاه خطوات أخرى. دعوة للسيد رئيسي لزيارة المملكة العربية، وربما دعوة مقابلة أيضا للمملكة العربية السعودية، كل هذا طبعا يعطي رسائل على إعادة هذه العلاقات وإحيائها. وبالتالي فقط أريد أن يعني من خلال هذا الكلام أعطي رسالة على أنه ربما لا يمكن الدول المشتركة حدوديا جغرافيا، مشتركة بنقاط أخرى كديانات مشتركة، مذاهب معينة، أيديولوجيات معينة، هذه روابط اجتماعية ربما قد يحاول البعض إلى يعني بناء جدار ما، لكن هذا ليس لا يمكن أن يكون حتميا. وبالتالي الأصل هي عودة هذه العلاقات، لأننا نحن محكومون بجغرافيا سياسية، وهذه الجغرافيا السياسية هي تمتلك ربما من الأوراق الاقتصادية المهولة. بمعنى اليوم عندما نتكلم عن احتياطات عالمية، نمبر وان من هم؟ الجمهورية الإسلامية، المملكة العربية، العراق، ثلاث دول مهمة جدا هي تتسيد ربما المصاف الأولى والمراتب الأولى في احتياط الطاقة في العالم. وبالتالي اليوم هناك تكتل اقتصادي مثل ما يريده السيد السوداني وعبر عنه في رسائل كثيرة، وخصوصا حتى مؤتمر الأخير لعشر دول كان من أبرزها الجمهورية والمملكة العربية حاضرة في هذا المؤتمر. وبالتالي اليوم يتشكل رؤية اقتصادية، هذه الرؤية الاقتصادية محكومة بالنجاح إذا ما توفر الشرط السياسي الذي يوفر الشرط الأمني. وبالتالي هذه النقاط الثلاثة هي التي ستكون موجودة وحاضرة على طاولة الحوار ما بين الطرفين الإيراني والسعودي. وبالتالي أعتقد نعم ربما هناك ملفات أخرى كملف اللي يتكلم عن الملف النووي، وهي أيضا محل تفاهمات ما بين الطرفين. إذن في النهاية نحن ربما نحتكم إلى منطق العقل، هذا المنطق العقل الذي هو يحمل في طياته هذه العلاقات المشتركة والرؤية نحو صناعة السلام، هو أفضل بكثير مما تكون هناك نزاعات سواء كانت سياسية إعلامية أو ربما تقاطعات اقتصادية تجارية. والمنطقة شربت من هذا الكأس وعلمت ما طعمها ونكهتها المرة، وبالتالي إذن ما هو يحكم المنطقة من خلال مشروع أو صناعة مشروع سلام دائم ومستدام، هذا السلام يمكن أن تكون هناك روابط اقتصادية حتى في سبيل أن تكون هناك ملزمات على جميع الأطراف هي التي ستحفظ هذا السلام. طيب خلينا سمحت السيد نوسع قوس النقاش، نتحدث عن ارتدادات خطوات تعزيز التقارب على المنطقة. هل أسقطت إجراءات التقارب رهان من حاول العرقلة، بذل الكثير من الجهد لمنع هذه المواءمة بين جارين إسلاميين، خاصة بأن الكيان اللي يبدو منزعج للغاية قد بانت يعني علامات انزعاجه؟
أولا كان هناك إرادة من قبل الدولتين، إرادة حقيقية وجادة من ناحية التقارب. ليش؟ لأنه اليوم في بالمبدأ الأساسي اللي دفع الدولتين لترك كل النزاعات والخلافات والتقدم باتجاه هذا الأمر والدفع باتجاه هذا الأمر وبدون أي شروط مسبقة للتقارب السعودي الإيراني، هو الخطورة التي اليوم تواجه المنطقة والمشاريع التفتيتية التي تلوح في أفق المنطقة. لذلك نجد بأن الجمهورية الإسلامية على مدى 40 عام وهي تمد يد العون والسلام والمحبة إلى دول الجوار وخاصة الإسلامية والعربية، وكذلك الأمر وجدنا أنه بعد طول عناء استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تصل إلى مرادها وأن تحتضن الدول العربية والإسلامية. وهون الشيء الإيجابي والمهم الذي يعكس هذه الصورة الجميلة على المنطقة، أنه بتقارب السعودي الإيراني قطعا الدول الأخرى ستتدفق مسرعة وستهرول من أجل الخوض والانضمام إلى مشروع السلام الذي سيحققه التوافق السعودي الإيراني على المنطقة بالحد الأدنى والعالم بشكل عام. لأن اليوم يعني مشاريع التخطيط التي تلوح في أفق المنطقة من ناحية التفتيت ومن ناحية العبث بأمن الدول وخصوصا الجمهورية الإسلامية والسعودية هو أصبح قريب جدا 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 وخطير جدا جدا جدا. واليوم المنطقة لا يمكن أن تعيش وتنعم بالأمن والسلام سوى بتوافق هاتين الدولتين أو هذين القطبين، لأهمية هذين القطبين ونفوذهما في المنطقة وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط. فوجدنا بأن اليوم الانفتاح الصيني على منطقة الشرق الأوسط هو صب في هذا الاتجاه وساعد بشكل قوي إقناع الدولتين في التوحد وفي التواصل وفي التناغم فيما بينهما والتقارب. ووجدنا بأن كافة الاتهامات من قبل الدولتين لبعضهما البعض انتهت عند الإرادة الحقيقية للتواصل والتفاهم، وهذا يأتي وفق ينسجم مع المنطوق القرآني الذي يتحدث عن الأمة الواحدة والحديث عن التوافق والتسامح وشد العضد بين المسلمين ورص الصف المسلم من أجل تقوية شوكة الإسلام والمسلمين. وخصوصا هون عندما نجد أن هناك هجمة مسعورة على الإسلام بشكل خاص من ناحية هتك القرآن، من ناحية هتك شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، من ناحية تصوير الإسلام بأنه إسلام الإرهاب وما شكل من هذا الأمر. ومن يعيش في الدول الغربية يجد أن هناك من يعزف على وتر الإرهاب ويلصق كل تهم الإرهاب بالإسلام وما شكل من هذا الأمر. فعندما اليوم التوافق السعودي الإيراني يقدم صورة جميلة وبيضاء ناصعة البيضاء، وخاصة نحن بهذا التقارب في موسم الحج، واليوم الصورة الجميلة التي ستقدم من خلال مناسك الحج بهذه البياض الجميل للعالم أجمع، البياض الذي يشير إلى السلام. طيب وإلى هذا البياض وإذا ما أرجعناه إلى فترات سابقة كان هنالك سواد في هذا البياض. في دقيقة دكتور طالب، كما يبدو في السابق العراق كان أكثر المتضررين من التقاطعات الإقليمية، اليوم شنو وجه استفادة العراق من هذا الالتئام الحاصل حاليا؟ يعني أولا أعتقد ربما هذا الهدوء السياسي اللي يعيشه العراق وليس بعيدا عن هدوء سياسي المنطقة. وبالتالي تعرف يعني نحن نتكلم بسياسة بتجرد، لا نريد توصيف الحالة فقط، وإنما يعني بمعنى صراعات السياسية أينما كانت ستترك بتداعياتها. هذه الحرب الروسية الأوكرانية ماذا حلت وماذا ستحل بتداعياتها؟ نعم ربما هناك أضرار كبيرة، وبالتالي العكس هو الصحيح. مثل ما أسلفت وأسلف ضيفك الكريم، استدامة مشروع السلام يعني بمعنى إحياء المنطقة نحو استثمارات دولية تتشارك فيها ربما أكثر الأطراف. أنا أقول اليوم المنطقة هو المستقبل، أو هي المستقبل بمعنى أنه لمن تمتلك خزين كبير من النفط والغاز، وبالتالي عيون أوروبا وعيون الأمريكان حول هذه المنطقة.
وبالتالي أعتقد حتى اليوم اللاعب الفرنسي ربما قد استبق كل هذه الموضوعات، يعني بمعنى تصدر الموقف الأوروبي وبدأ مهرولا نحو العراق ربما قبل عام أو عامين في سبيل أن يعقد شركة توتال وتحصل ربما على استثمار في المنطقة، استثمار في حقول الغاز. وبالتالي القطر هي أيضا لم تكن بعيدة وجاءت إلى العراق في سبيل أن تشارك في هذا الموضوع. هذه كلها تعطي إشارات هي جيدة وتطمئن حقيقة المواطن العربي والمواطن المسلم. بالتالي هذه الدول إسلامية عربية خليجية كلها تستبشر خيرا، لكن حتى في سبيل أن نكون عمليين واقعيين أننا نحن ربما أمام ترقب حذر جدا في كيف سيمكن أن تصاغ هذه الإجراءات وكيف يمكن أنه يكون تجاوز على نقاط، بمعنى أنه كيف تسري هذه الاتفاقيات نحو تسوية شاملة تصفير للمشكلات في سبيل أن تكون هناك أطروحة قابلة لأن أنه تتحول إلى ربما رؤية سياسية مستقبلية تنعم بها جميع دول المنطقة من خلال الفائدة. ولا ننسى بالمناسبة لا ننسى هناك دول بالمنطقة، دول عربية ومجاورة هي بحاجة إلى هذه الاتفاقيات مثل سوريا. سوريا اليوم عادت إلى الجامعة العربية وبالتالي سوريا تنتظرها إعمار ربما كبير جدا بحاجة ربما إلى عشرات مليارات الدولارات، وهذه التوافقات ربما هي أيضا تعطي مؤشر جيد يمكن أن تكون الصورة واضحة، يعني تعطي رؤية عملية تستفيد منها سوريا. نعم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق محمد كريم أستاذ الفكر السياسي أثرية الحوار، والشكر موفور لجنابك سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية، حدثتنا عبر سكايب من طهران. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، في أمان الله.